صليت الفجر، صليت الفجر وطلعت يوميا تنطلع رسميا تنطلع على هذه الارض السعيده، تنطلع نراقب على هذا الزيتون هذا تنشوفه. فاش جيت من حوالي 5 ونص هكاك لقيت العصابه هنا في الزيتون ديالنا، العصابه في الزيتون. ملي جيت انا ركبت عليهم ديك العصابه هربت هودت مع الحدوله لتحت، وبقاو هما بربعه تيهدوني هادين السيوف تيقول يا جي لمك. انا ما قدرتش، ما لقيت ما نشهد الدنيا خاويه. حيدوا لنا الزيتون، تقدر شي 800 زيتونه حيدوا انا بال 12 عربي والبلاد ديالي وانا مولاها، وجاو هاد الناس وحرقتها وسقيتها، والزيتون كان سواني 50 ولا 60 والزيتون راه تاي غير دابا. ومن ما تاكل جاو في الليل واحد ربع الناس وحصدوه قطعوه. السبت على هاد الزيتون اللي تقطع هكا وضاع، والله تبارك وتعالى تيقول الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات في مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. كيف عندي هاد الزيتونة الله تبارك وتعالى ذكرها ومكرمها ونقطعوها احنا ونرميوها؟ اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.